انا اريد ان اقرا المصحف، اريد ان اقرا المصحف بعيوني انا، لا بعيون الشافعي ولا بعيون ابن كثير، انا بدي استعمل عيوني انا. هل يحق لي ذلك؟ لا، هو كثير من ينكر ذلك، كثير من ينكر، يقولون انت مهندس، وهل ارسال الناس الى الجنه او النار من اختصاصكم او من اختصاص احد؟ يعني انت بدك تبعثني على الجنه؟ قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. انا من الناس ولا لا؟ اكيد. طيب معناتها هدى لي، ما قال هدى لواحد وانه هو بيقول للباقي. من بلغ المصحف بالقرن السابع نحن السامع الان اوعى منه، لانه الان نحن عندنا السقف معرفي مختلف تماما، الشروط مختلفه تماما، بدون اختراق الثوابت لا تتامل، ما في تجديد، قيل عنها ثوابت. اما التنزيل الحكيم يجب ان يقرا بعنايه كاملة تماما، وضعت منهج في القراءة التنزيل الحكيم، منهج معتمد على السقف المعرفي للقرن.